يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة رتمنا هيكون سريع شوية لأن هي حلقة ساخنة ومليئة بالعديد والعديد من الأخبار الهامة جدا جدا على الساحة الرياضية المصرية، وبالتحديد فيما يخص ويتعلق بالنادي الأهلي وآخر القضايا والأخبار الهمة على مختلف الأمور اللي حضراتكم دايما بتكونوا عايزين تعرفوا كواليسها وآخر التطورات اللي فيها. فبالتالي ركزوا معانا على مدار فقرات الحلقة النهاردة. مهم قوي كمان تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة، وهو بيتعلق بمنتخبنا الوطني الأول اللي عنده مباراة غاية في الأهمية غدا. تتوقعوا تشكيل المنتخب ايه قدام الجزائر بكره؟ باذن الله يا رب نكون موفقين ونكسب هذه المباراه ونبقى اول المجموعه، وده امر هيكون مهم ودفع معنويه غايه في الاهميه بالنسبه لمنتخبنا. تتواصلوا معانا ان شاء الله من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم كما هو المعتاد في الجزء الاخير من حلقه النهارده. البدايه دايما باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، السوبر الإفريقي 22 ديسمبر بالصفقات الجديدة. لسه مع ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته بعد راحة 10 أيام. أما في الترند المحلي، نفاد تذاكر مباراة مصر والجزائر بكأس العرب. طيب اهم المباريات في مختلف البطولات، نبتدي ببطوله كاس العرب لان النهارده في مباريات حاسمه جدا للمجموعه الثانيه والمجموعه الاولى في هذه البطوله المميزه في الحقيقه. فخلينا نبتدي بالمباريات اللي ابتدت في هذه اللحظات وانا بتكلم مع حضراتكم. مباراه تونس مع الامارات، ودي مباراه مهمه جدا. تونس عندهم 3 نقاط، الامارات عندهم 6 نقاط، بس تاهلها لم يحسم بعد لان في نفس التوقيت في مباراه سوريا مع موريتانيا، وسوريا بتنافس على التأهل مع تونس والإمارات، لكن موريتانيا خلاص فقدت أملها في التأهل رغم أنه ممكن يكون عندها فرص ولو بسيطة جدا. لو فازت على سوريا فهتتساوى، بس لازم الإمارات تفوز على تونس عشان يبقى عندها 3 نقاط زي تونس وسوريا، وبعد كده يشوفوا بقى إيه اللائحة بتاعة البطولة واللي تأهل صاحب المركز الثاني. فمباراتين مهمين جدا. أما في تمام الساعة 9 مساء هي مباراة أو مباراتي قطر مع العراق. قطر تأهلت رسميا، عندها 6 نقاط، لكن المنافسة هتكون ما بين العراق والمباراة الأخرى اللي هتتلعب في نفس التوقيت ما بين عمان والبحرين، وكل واحد فيهم عنده نقطة، فلسه برضو الأمور لم تحسم بشكل كامل بخصوص المتأهل الثاني في هذه المجموعة الأولى. ده فيما يتعلق ببطولة كأس العرب. النهاردة ختام الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي بمباراة قوية جدا الساعة 10 بالليل ما بين ايفرتون وارسنال، وهي مباراه هامه بالتحديد لايفرتون لان وهام ايضا لارسنال في الحقيقه، لكن ايفرتون عشان كلام كتير على رافا بينيتيز المدير الفني لايفرتون، نتائج سيئه خلال الفتره الاخيره، فمباراه هتبقى قويه جدا في ختام هذه الجوله. الدوري الاسباني مباراه ايضا في نفس التوقيت الساعه 10 بالليل ما بين ختافي واتلتيكو بلباو، دوري يعني اقل سخونه واقل اثاره من الدوري الانجليزي بكل تاكيد، وريال مدريد بيقترب من حسمه مع الوقت بشكل مبكر شويه. الدوري الايطالي فيه النهارده ماتشين، امبولي مع اودينيزي الساعه 7:30، كالياري مع تورينو الساعه 10 الا ربع. دي اهم وابرز المباريات في مختلف البطولات العالميه. هنروح لفاصل سريع، بعد فاصل بقى كل التفاصيل وكل الكواليس هتكون معانا لحظه بلحظه وهتتابعوها وتعرفوا كل الجديد معانا بعد الفاصل. استنونا يلا. الترند من امبارح للنهارده هو أحمد طارق، لاعب النادي الأهلي الجديد ونجم النادي الأهلي الجديد في السباحة من ذوي الهمم، واللي النهاردة كان في استقباله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استجابة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال احتفالية بالأمس، احتفالية قادرون باختلاف وفي نسختها الثالثة اللي كان فيها فقرة اسأل مع الرئيس، وكان طلب أحمد طارق من رئيس الجمهورية زي ما حضراتكم شايفين لقطات حصرية لاستقبال أحمد طارق نجم الأهلي الجديد في السباحة من ذوي الهمم، وكان طلب من الرئيس امبارح ان هو نفسه يكون لعيب سباحة داخل النادي الأهلي، وكانت الاستجابة فورية سواء من رئيس الجمهورية طبعا السيد عبد الفتاح السيسي وأيضا الكابتن محمود الخطيب بتنفيذ حلمه وتحقيق حلمه وطلبه بتواجده داخل النادي الأهلي. وبالفعل النهاردة تواجد أحمد طارق زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة داخل النادي الأهلي في استقبال كان أكثر من رائع في ظل اهتمام إعلامي كبير جدا جدا جدا، وكان
في يعني مقدمه المستقبلين لاحمد هو الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، فبالتالي لقطات هامه جدا ولعيب جديد داخل النادي الاهلي في السباحه ان شاء الله يساهم في تحقيق الميداليات المختلفه، وان شاء الله تكون ميداليات ذهبيه في مختلف البطولات اللي يشارك فيها باذن الله تحت اسم النادي الاهلي، ويتالق مع زمايله اللي موجودين داخل القلعه الحمراء. فبالتالي لقطات مهمه واستقبال كان اكثر من رائع، وهو طبعا ولد جميل ويعني تحس ان هو كده ايه دمه خفيف وزي العسل بصراحه، وكان مشهد اكثر من رائع النهارده. يعني خلينا نروح نشوف اللقطات دي ونشوف كمان كلمه الكابتن محمود الخطيب في اثناء هذا الاستقبال ونرجع نكمل، يلا بينا. الأول بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة إن احنا النهاردة سعداء جدا بابننا أحمد، وفي البداية بس أحب أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أمور كثيرة جدا، منها الحقيقة اللي احنا لامسينه يعني اهتمامه بالرياضة والرياضيين، تذليل أي عقبات بالنسبة للرياضة. الامور اللي فاتت شافت استقرار كبير بالنسبه للرياضه، حاسين ان في تطور سواء في البنيه التحتيه سواء في البنيه البشريه، كمان في لوائح وبعض القوانين اللي ممكن تدفع الرياضه ان شاء الله لاستثمارات وامور كثيره. فانا هنا بكرر شكري لفخامه الرئيس لان الحقيقه كان ليه دور كبير جدا في ما تحقق على ارض الواقع بالنسبه للرياضه. مش بس الرياضه بقى، عشان برضو اللي حين نكون يعني الحقيقه احنا شاهدين كلنا ان يكون هناك في تنميه واضحه جدا جدا باسم بلدنا في كل المجالات، اهتمام واضح بالنسبه لي برضو بلدنا وشعبنا. ويمكن امبارح كنت علقت كده قلت العيله المصريه، العائله المصريه كلنا عيله واحده، لما بنحس دايما ان رب الاسره يعني عنده اهتمامات بجميع الشرائح من المجتمع، اعتقد ان ده شيء بيدي نوع من انواع الاطمئنان لمستقبل باذن الله افضل ان شاء الله. دلوقتي احمد ابننا من النهارده هو بقى عضو رياضي في فريق السباحه لذوي الاحتياجات او ذوي الهمم. ايوه عندنا نظام لدوت في النادي الاهلي، احنا عندنا مجموعه كبيره. ايوه طبعا عندنا ابطال هينافسوه، وعندنا ابطال جامدين يعني خد بالك مش هتبقى الدنيا مش هتبقى سهله يعني. يعني جامدين يعني اقدر يعني عليهم بعون الله. كل حاجه بعون الله طبعا. بس كل حاجه بعون الله طبعا يعني طبعا. بس هتخش في منافسه جامده. تمام، منافسه من العيار التقيل بقى. من العيار التقيل طبعا. وعندنا هنا النظام بتاعنا كمان. خد المايك بتاعكم. شكرا. النظام بتاعنا كمان عندنا مدير النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر موجود. موجود. مدير السباحه الكابتن وائل عزت برضه موجود. المدير بقى ذوي الهمم. ذوي الهمم. الاستاذ العجمي موجود. الاستاذ العجمي؟ هو ده بقى اللي هيبقى علاقتك بيه مباشره. ايوه. علشان هيحط قايل لك كل نظامنا ماشي ازاي. طب. وملعبك فين والملعب بتاعك تواجد فين. طب. والنظام المسابقات بتاعتنا عامل ازاي. ايوه انا عارف نظام المسابقات. خد بالك بقى ان هم عندهم نظام. ايه هو بقى النظام ده؟ هيقول لك عليه الاستاذ العجمي بس او الكابتن عجمي. يا كابتن عجمي انت عايز كل حاجه تعرفها دلوقتي بس استنى شويه. طيب نعم. بس دلوقتي بس عشان نكلم الناس بس كده حط لك كل البرنامج بتاعك. والمواعيد وكل حاجه. طب ماشي مع زمايلك، لان زمايلك بقى لنا قد ايه دلوقتي يا كابتن رؤوف عجب؟ من 2005 يعني. من 2005 يعني. من 2005 عندنا ما شاء الله مجموعه كبيره كلهم ولاد اعضاء النادي والحمد لله. اتفضل يا استاذ عجب. اتفضل يا عجب. اتفضل يا عجب. عندنا مجموعه كبيره جدا وكلهم ماشيين كويس الحمد لله. الحمد لله. عشان كده هنخش في منافسات جامده. مين اللي كنت انا مره فتحت البطوله بتاعه النيل من سنه كده تقريبا في المرسى. في المرسى. كنا عملنا بطوله برضو. لا عملنا بقى بطوله في النيل نفسها. في النيل نفسها. هتقدر تخش دي ولا البطوله دي ولا لا؟
اقدر. ايه ده انا عمري ما سبحتش في النيل قبل كده. ما هو بقى خلي بالك المايه بتاعت النيل هتبقى تقيله شويه. تقيله ده اتقل ما يقدرش حد يعوم فيها. انت بص غدوه الكويسه بتاع الجمبري كل حاجه هتمشي. ايوه. وانت عايز اعرف انا قصه الجمبري دي ايه بس قول لي. اصل انا بصراحه يعني حابب المأكولات البحريه وعلى راسهم يعني الجمبري. هتعزمني؟ ايه المانع برضه حضرتك؟ يعني في يعني في فلوس كده هتعزمني ولا لا؟ يا وفي فلوس يعني ممكن اعزمك. ممكن جمبريات. فانا تاني يمكن احمد من النهارده بقى عضو رياضي معانا في النادي الاهلي وهنضم لزمايله باذن الله. وتاني بكرر شكري لفخامة الرئيس على اهتمامه البالغ بكل الامور وبكل شرائح المجتمع وتحسين صورة المجتمع المصري في يعني اللي احنا لامسينه كلنا على الارض. في نفس الوقت المجموعة اللي هنا الكابتن رؤوف عبد القادر والكابتن وائل عزت والكابتن العجمي اعتقد ان انتوا عندكم مسؤولية كبيرة جدا ان تتعاملوا مع اولادنا ذوي الهمم باسلوب يتناسب وقدراتهم ويتناسب وتحقيق طموحاتهم وتحقيق التحديات اللي هم يعني عندهم امل كبير جدا ان هم يعني هم بيها وبيتخلق منهم ابطال ابطال يعني الحقيقه على مستوى عالي جدا. احنا عايزين بقى نشوف ان شاء الله مسابقه السنه دي كده سنه 22 دي عايزين نشوف اكثر من مسابقه لذوي الهمم باذن الله. الكابتن العجب بيقول ان احنا كان عندنا في سنه 21 النادي الاهلي خد البطوله بتاعت ذوي الهمم وجالهم تقدير من الجهات المعنية بهذا الأمر. طب الكلام ده لازم إحنا وكل المؤسسات الرياضية نسعى تماما إن إحنا نتعاون إزاي مع أولادنا من ذوي الهمم لأن ده طبعا يعني كل المؤسسات يعني الرياضية. لا طبعا قول بقى حاجة لو عايز تقولها اتفضل. بصراحة يعني كفاية اللي أنا دخلت يعني القلعة الحمراء قلعة الأمجاد والبطولات قلعة النادي الأهلي كفاية اللي دخلت بيت النادي الأهلي. ما شاء الله والله ما شاء الله عليك ربنا يكرمك يا حبيبي ربنا يكرمك. بصراحه اوجه رساله لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو حضرته يعني بصراحه تعمل للرياضه المصريه وبرده تعمل برده لسوق القدرات الخاصه كده. بنشكركم جدا على حضوركم وبنشكر ابننا احمد ان هو موجود بقى واحد من ضمن عائله النادي الاهلي ان شاء الله هيكون مع زمايله هيكونوا يكونوا ان شاء الله مواسم جايه كويسه جدا ويحققوا كل طموحاتهم وكل تحدياتهم باذن الله. بشكركم جدا على حضوركم شكرا. على طول ما شاء الله عليه يعني حاجه دمه خفيف. هو اصلا ممثل كوميدي وبطل في السباحه وبطل في العاب القوه ان شاء الله باذن الله كمان يكون بطل في النادي الاهلي ويجيب بطولات للاهلي والمصر. وشفنا روحه الجميله ولمسنا كمان فرحته وشعوره بالفرحه الكبيره بدخوله داخل النادي الاهلي وانه خلاص بقى احد افراد عائله النادي الاهلي في السباحه. فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق احمد طارق نجم النادي الاهلي الجديد. خلينا نشوف بقى احمد قال ايه وتعليقه على تواجده داخل النادي الاهلي وداخل منظومه النادي الاهلي وكمان هيتكلم شويه عن كره القدم. نروح نسمع احمد ونرجع نكمل. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان هنا داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي استجابه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما بيرعى كل فئات وشرايح الشعب المصري. النهارده احمد طارق اصبح لاعب ضمن فريق ذوي الهمم للسباحه بالنادي الاهلي. استقباله كان من لدى الكابتن محمود الخطيب ولدى الكثير من ابناء النادي الاهلي. احمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي منور البيت الكبير بيت النادي الاهلي. منور بحضرتك ومنور بيت النادي الاهلي. احمد احساسك ايه وانت داخل النادي الاهلي وخلاص اصبحت لاعب ضمن فريق السباحه بالنادي الاهلي؟ احساس كبير يعني الاقي البيت النادي الاهلي يعني عيلته بتساندني وكمان عيلته كمان مصرفاني وانا داخل. كان في استقبالك الكابتن محمود الخطيب عايز تقول ايه للكابتن محمود الخطيب والنهارده؟ بصراحه يعني الكابتن محمود الخطيب استقبلني استقبال حافل استقبال حافل يعني استقبال حافل يعني حضرتك. سياده الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الاب والقائد والمعلم
باحساس الاب، احساس الابن اللي عايز تقوله للاب والقائد الكابتن فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقول له ايه؟ صح، احساس الابن والقائد والاب احساس كبير برضو، اللي اكن سياده الرئيس اكنه ابويا، اكنه يعني اب كبير على الشعب المصري وعلى سوق القدرات الخاصه، اللي تعمل كبير تعمل لسوق القدرات الخاصه وتعمل للرياضه المصريه والرياضه العربيه. النهارده جماهير النادي الاهلي توعدها بايه بقى؟ مستنيين منك بطولات. الكابتن عجمي معانا، كابتن خطيب قال لك احنا مستنيينك في بطولات كتير يا احمد. انا اوعد الاهلاويه ان شاء الله يعني ان انا هبدا بقى مشوار البطولات، مشوار البطولات لغايه ما اوصل بقى للاولمبياد كمان باذن الله يا احمد. وفريق كوره بقى يا احمد، انت متابع كوره ولا مش متابع فريق كوره؟ لا بتابع قوي، بتابع الكوره قوي. مين اكتر لعيب بقى بتحبه في فريق النادي الاهلي؟ بحب بقى الكابتن حسين السحات، الكابتن عبسه، الكابتن محمد شريف. عايز تقول لهم ايه بقى؟ احنا داخلين على بطوله السوبر باذن الله وبطولات كتير السنه دي. بطوله السوبر دي المفروض بقى يستوا حيلهم اولا، وثانيا برضو كمان لازم يدرسوا نقط الضعف ونقط القوه عند الخصم. اهلاوي اصيل، اهلاوي اهلاوي يعني. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. احمد طارق لاعب الاهلي الجديد من ذوي الهمم في السباحه، وان شاء الله يكون موفق في حصد القاب كتير ويحقق احلامه وطموحاته في الوصول كمان للاولمبياد زي ما هو قال، ويرفع اسم مصر عاليا وكمان يشرف الاهلي. ومستنين يا احمد مشوار البطولات بالنسبه لك مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وهنتابعك وهنتابعك بتفاصيل كتير جدا، وهنشوف اخبارك اول باول مع جمهور النادي الاهلي. نتمنى لك يا رب كل التوفيق. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم بقى في بعض الامور اللي بتتعلق بالنادي الاهلي ومشواره المقبل في البطولات الافريقيه والعالميه. استنونا بعد الفاصل. طيب خلينا نبتدي بشكل سريع كده نتكلم على اخر التفاصيل اللي بتخص النادي الاهلي. اول حاجه كده خلاص رسميا بطوله السوبر الافريقي هتكون يوم 22 ديسمبر الشهر الجاري ما بين الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا والرجاء المغربي بطل الكونفدراليه. بشكل رسمي خلاص تم الاعلان من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم. ده هيترتب عليه اكتر من حاجه. اول حاجه ان قبل ما عدى باسبوع بالتحديد يوم 15 ديسمبر هيتم فتح باب القيد الافريقي بالنسبه للفرقتين عشان يقدر الاهلي والرجاء يستخدموا ويشركوا لاعبيهم الجدد اللي ما تأيدوش افريقيا يشتركوا في مباراه السوبر. يعني كده انت بيرسي طبعا هيكون معاك وميكي سوني واحمد عبد القادر وعمار وكريم فؤاد، كل الصفقات وحسام حسن، كل الناس اللي ما تأيدوش في القائمه الافريقيه بسبب اختلاف مواعيد القيد. تاني حاجه ان خلال ساعات باذن الله ربما بكره بالليل مثلا يتم الاعلان بشكل رسمي عن برنامج الاهلي بخصوص الاستعداد لهذه المباراه الهامه، لان خلاص كده الميعاد ازف يعني. بالمناسبه هي كانت المفروض يوم 24 لكن تم يعني تبكيرها شويه يومين علشان اعضاء المكتب التنفيذي بالكاف في احتفالات الكريسماس واجازات وكده، فقال لك احنا نخليها يوم 22. المعسكر وموقفه لسه ما تمش الاستقرار بشكل نهائي، هل معسكر الامارات ده هيقام ولا لا؟ هيتم الاستقرار زي ما قلت لحضراتكم خلال ساعات، وفي اتجاه ان ممكن وارد يعني وارد لسه ما تمش حسم هذا الامر ان الاهلي يسافر على قطر قبل المباراه باسبوع او 10 ايام على اقصى تقدير عشان يستعد هناك، وكده كده لاعبي الاهلي اللي في المنتخب موجودين هناك فينضموا بعد انتهاء مشوار المنتخب باذن الله ويستعدوا بشكل قوي لمباراه الرجاء الصعبه جدا والهامه جدا اللي هي مباراه بطوله وبطوله هامه بالنسبه لنا كلنا. هترتب على كده كمان وعلى الميعاد ده ايه؟ ان خلاص مباراتي الاهلي مع فيوتشر بيراميدز في الدوري هيتم تاجيلهم بشكل رسمي، وده اللي هيعلن عنه الاتحاد المصري لكره القدم. الماتشين دول كانوا يوم 21 و25 من الشهر الجاري. ده فيما يتعلق بمباراه السوبر. ان شاء الله الاهلي نتمنى له كل التوفيق سواء في الاستعداد لهذه المباراه او الاهم كمان انك تكسب هذا اللقب وتزود رصيدك في البطولات الافريقيه. تعال بقى للملف الاهم واللي الناس كلها بتتكلم فيه، وهو موضوع ايه؟ موضوع كاس العالم للانديه وتعارض مواعيده مع بطوله الامم الافريقيه. والاهلي في الحقيقه زي ما حضراتكم عارفين وزي ما قلنا لحضراتكم اكتر من مره ان الاهلي اعلن ان هم ان النادي شكل لجنه. اللجنه دي برئاسه المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، وايضا متواجد في اللجنه دي الكابتن حسام غالي، الكابتن سيد عبد الحفيظ، الاستاذه حنان الزيني، بيناقشوا كل الامور وتواصلوا بشكل مباشر عن طريق تطبيق زوم مع الاتحاد المصري لكره القدم، الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لايجاد حل لهذه الازمه، وهي فعلا ازمه لان البعض بيحاول يقلل من الجزئيه دي. فالتواصل نتج عنه ايه؟ بعض المقترحات. اول اقتراح قال لك ان ممكن
الفيفا يعني اقترحت، قال يا اهلي احنا هنخليكم تخشوا بطوله كاس العالم للانديه بقائمه مفتوحه، بحيث لو عندكم لعيبه في المنتخب تلعبوا بقائمه مفتوحه، يبقى عندكم مثلا عايزين من الناشئين، عايزين من الكلام من ده تلعبوا بيهم. فالاهلي رفض الاقتراح ده تمام. تاني اقتراح قال لك يتم تاخير موعد انطلاق كاس العالم، والفيفا شايفه ان ده اقتراح صعب جدا ويكاد يكون يعني تنفيذه مستحيل. تمام؟ فده نستبعده برضه. ثالث اقتراح وهو الاقرب لحد هذه اللحظه في حاله عدم تاجيل او الغاء بطوله كاس الامم الافريقيه، وهو ايه؟ تبكير انطلاق كاس الامم الافريقيه. وده الاقتراح اللي فيه مرونه شويه من كل الاطراف، ان كاس الامم الافريقيه تتبدر اسبوع، بحيث ان هي لما تخلص باذن الله يكون منتخبنا في النهائي، يكون في براح وفي يعني فتره ان ممكن لاعبي النادي الاهلي ينضموا للفريق وبالتالي يشاركوا في كاس العالم للانديه بشكل طبيعي. وده تنفيذا لمبدا تكافؤ الفرص اللي دايما بينادي بيه الفيفا، واللي يعني اتكلم من خلاله النادي الاهلي في هذه الاجتماعات، واللي باذن الله هتكون مثمره. بالمناسبه لان في بعض، مش بعض، هو اعلامي كده حضراتكم عارفينه يعني، دايما حاشر نفسه في اي حاجه تخص النادي الاهلي، وقال لك تصريح غريب انا قريته بصراحه النهارده وانا جاي في الطريق كده. قال لك ايه؟ قال لك قوه القارة من قوة رئيس الاتحاد الأفريقي، مش عارف إيش جدل ده، حاجات كده كلام مش مرتب للأسف يعني الشديد. وبيقول لك إن يعني غير مقبول خالص إن النادي اللي مش عايز يودي لعيبته المنتخب فيتم تغيير المواعيد، ولازم بطولة الأمم الأفريقية تقام في موعدها، رغم إن هو لو نادي محترم ونادي كبير وكل حاجة، لو نادي اللي كان في كأس العالم وكان حصل الموضوع ده كان قال لك مؤامرة. تمام؟ وأنا في الحقيقة عايز أقول له يعني مالكش دعوة بالأهلي، يعني ده كلام كبار، هما بيتكلموا بيتفاوضوا مع بعض، والاهلي ليه قيمه كبيره جدا عند الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، مالكش دعوه انت بالكلام ده، كلام كبار. تاني حاجه، الاتحاد الافريقي مش هيسمع لك، والرئيس الاتحاد الافريقي هيسمع لك زي بعض الصفحات وياخدوا كلامك وينفذوه يعني. لا، في مفاوضات، والاهلي في مفاوضاته في الحقيقه بيبقى شاطر جدا، وعايز اطمنك ان بنسبه كبيره جدا هيكون في حل للازمه دي يعني. فما تقلقش نفسك وما تقعدش انت تشغل بالك من الموضوع ده، واللي انت ناسيه، ومش واخد بالك منه وبتتناساه للاسف، ان زي ما احنا طبعا كلنا بندعم مصر وان منتخبنا ان شاء الله يوفق في بطوله الامم الافريقيه، الاهلي ايضا بيمثل مصر في كاس العالم للانديه. انت كاره وحاقد على النادي الاهلي لان الاهلي تقريبا شبه بيشارك بشكل دائم في كاس العالم للانديه، ولان الاهلي بطولاته كتير جدا، فده امر يعني افصله عن الجزئيه دي في الحقيقه. اخر حاجه عايز اقولها في الموضوع ده، ان انت جبت منين معلومه ان الاهلي مش عايز يودي لعيبه المنتخب؟ لا، المنتخب ده رقم واحد وده امر معروف يعني، مش هيستحق اكتر من كده كلام في الحقيقه. اخر حاجه عايز اتكلم فيها في ملفات النادي الاهلي، وهو امر غايه في الاهميه، وهو ان هيكون بكره باذن الله تعالى الثلاث اجتماع ثلاثي بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ ياسين منصور رئيس شركه النادي الاهلي لكره القدم، ومستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. والاجتماع ده هيتم مناقشه فيه عدد من الامور الهامه اللي بتخص الفريق الاول لكره القدم، وهيكون اجتماع يعني احد اهم الامور اللي فيه هو التعارف ما بين الاستاذ ياسين منصور ومستر بيتسو موسيماني. وطبعا كل الامور هتكون تحت اشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وهيحضر الاجتماع ده الكابتن حسام الغالي، عضو مجلس الاداره، كابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره، للمشاركه في مناقشه اليه العمل وكيفيه التواصل خلال المرحله المقبله. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وقد يتم التطرق لبعض الامور الهامه اللي تخص موسيماني في هذا الاجتماع. هنشوف وننتظر اعلان النادي الاهلي الرسمي عن مثل هذه الامور الهامه اللي بيتم كل جماهيره. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل اخبارنا النهارده. استنوا، اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده من ضمن الامور الهامه جدا، الفريق الاول لكره القدم بيستأنف تدريباته استعدادا لمباراه السوبر الافريقي امام الرجاء باذن الله، وبعد اجازه كانت حوالي 10 ايام بعد اخر مباراه امام سموحه في بطوله الدوري بسبب التوقف الدولي الخاص بمنتخبنا الوطني ومشاركته في بطوله كاس العرب. بالتالي استعدادات غايه في الاهميه، وفي اكيد كواليس كتير جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم من خلال زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي المتواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبالتحديد استاد مختار التتش. فخلينا نرحب بكريم. يا كريم اهلا بيك. مرحب بيك زميلي العزيز زميل هشام، كل التحيه لك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم. عايزين نعرف من خلالك بقى كل التفاصيل والكواليس اللي بتتعلق باول مران للنادي الاهلي في اطار استعدادات مستمره وهامه جدا للمرحله المقبله، بالتحديد مباراه السوبر.
يعني نقدر نقول بقى من جديد بتعود التدريبات ولا استعدادات ولاعيبي النادي الاهلي للمرحله القادمه الهامه جدا طبعا، يعني الاقاويل الايام الماضيه السوبر، هل مباراه فيوتشر مباراه بيراميدز هتؤجل؟ خلاص تم الحسم تماما وتم تحديد بالفعل مباراه السوبر 22 ان شاء الله في قطر. يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي يدخل هذه البطوله بمعنويات كبيره وتركيز اكبر ان شاء الله، وباذن الله كعاده النادي الاهلي بخبراته الكبيره نقدر ان احنا نحصل على هذه البطوله بالجهد الكبير اللي معروف عن كل لاعبي النادي الاهلي. يمكن طبعا النهارده بيتسو موسيماني في اولى التدريبات بعد 10 ايام راحه اجتمع طبعا بكل اللاعبين قبل انطلاق المران وفي الملعب. الراجل طبعا بياكد على المرحله، بياكد على اهميه المباريات القادمه وتحديدا مباراه السوبر. يمكن كان في ذهن اللاعبين ان احنا لسه عندنا فتره مباراه بطوله الدوري العام ويتم تحديدا للسوبر او منها كاس العالم، لكن خلاص الامر ده اتحسن بشكل كبير جدا، فمحتاجه تحفيز، محتاجه جلسات مستمره من الجهاز الفني لكل اللاعبين. عندنا انت عارف زميلي امير عدد كبير من النقصان طبعا في لاعبي النادي الاهلي، لكن النهارده استعانا بعدد من اللاعبين الشباب لسد طبعا الفجوه طبعا خاصه بالعدد، لان انت عارف بيكون في التدريبات طبعا الكره بالتحديد بيكون محتاج عدد كبير للاعبين. فالنهارده يمكن متواجد ثلاثي من الناشئين ميدو حسام ومحمد احمد ومصطفى فوزي متواجدين طبعا مع فريق النادي الاهلي في التدريبات، لكن يعني نقدر نقول ان اول تدريب لفريق النادي الاهلي واضح فيه تركيز لكل اللعيبه، وواضح ان الكل طبعا مركز على المرحله ومركز على اهميه المباراه القادمه هي مباراه الرجاء اللي ليها حسابات فنيه كبيره جدا للاعبين والجهاز الفني مجلس اداره الجمهور الكل الحقيقه ان شاء الله باذن الله يجتهد بشكل كبير، والتكاتف مهم جدا خلال المرحله القادمه. انا عايز اطمنك بشكل سريع زميلي امير طبعا على الاصابات، يمكن ده طبعا الامور المهمه جدا اللي احنا بنحاول نطمن بيها جمهورنا من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. الحقيقه حسام حسن النهارده يعني في بشره خير، النهارده متواجد في جزء من التدريبات، يرجع تدريج ان شاء الله. حسام حسن ادى الفتره اللي فاتت الحقيقه كان شغال على نفسه بشكل كبير جدا، والحقيقه كل الشكر للجهاز الطبي بالكامل على توفير الجهد الكبير وعلى حسام كمان والتزامه الكبير جدا واصراره ان هو يستغل الفتره الماضيه في التاهيل وبعض التدريبات الجانبيه على ان يكون النهارده متواجد في اولى تدريبات بس بشكل جزئي. انت عارف زميلي امير النهارده ما كانش في احتكاكات ليه او تدريبات كره خفيفه على قد ما كانت كلها تدريبات مربعات طبعا وجري خفيف في الملعب، لكن في اشاره مهمه جدا ان يمكن استيعابه للبرنامج التاهيلي مهم جدا، وان شاء الله يخوض التدريبات القادمه تدريجيا حتى يصل الى الفورمه الكامله. صلاح محسن ايضا بيؤدي التدريبات التاهيليه، لكن نقدر نقول يعني صلاح ممكن في خلال اسبوع ان شاء الله او في خلال 5 ايام يشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعيه. عوده النهارده كمان ميكيسوني طبعا اللي كان في فتره اجازه ومراحه متواجد النهارده في التدريبات، لكن اليو ديانج الحقيقه كنا متوقعين ان احنا نكون متواجد النهارده طبعا، لكن من تصريحات الكابتن سعيد عبد الحفيظ غدا ان شاء الله هيكون اليو ديانج متواجد. الكل اللعيبه طبعا او المجموعه اللي متواجده معانا زميلي امير متواجده في التدريبات، الكل النهارده حضر. كهربا كمان كان متواجد، الكل بيجتهد بقى الفتره اللي جايه، والكل لابد يكون في اجتهاد كبير لان المباراه القادمه مباراه الرجاء لها حسابات كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، وايضا كمان في اتجاه كبير للجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني ان يكون في بدري شويه في قطر. يعني متعارف طبعا عليه زميلي امير المباراه 22 الاهلي بيروح قبلها ب4 أو 5 ايام على حسب طبعا الفقاعه المحدده، لكن من الواضح ان في ترتيبات ان النادي الاهلي يسبق هذه الايام ب3 أو 4 ايام كمان ليكون في استفاده بشكل كبير جدا من الحاله المتواجده، وايضا كمان عقب انتهاء كاس طبعا العرب ينضم لاعبي النادي الاهلي مباشره الى معسكر الفريق اللي هيبدا احتمال يوم 14 او 15 من الشهر الجاري. اسمح لي اسالك، هل ده معناه ان كده خلاص مفيش معسكر في 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 الامارات ولا لسه لم يتم اتخاذ القرار بعد يعني؟ لا، نقدر نقول بنسبه كبيره جدا طبعا تم الغاء معسكر الخاص بالامارات، والاتجاه ممكن يكون في فتره ايام شويه في قطر، يعني نسبه المباراه طبعا بعدد من الايام كعادتها، لكن الاتجاه ان يكون في 3 أو 4 ايام اخرين طبعا للنادي الاهلي للاستفاده بشكل كبير جدا، ويبقى في حاله تركيز كبيره من كل اللاعبين، كل اللعيبه المتواجده طبعا من الوارد ان هي تشارك، لان يا رب ان شاء الله يحافظ على لعبتنا في المنتخب، مش عايزين بس اي حد يكون في اي اصابات. يمكن كلنا قلقنا على حمدي فتحي بشكل كبير، فالراجل بيحاول ياهل كل اللعيبه المتواجده للاستعانه بيهم، لكن ان شاء الله لعبتنا تنهي لتحديدا لعبه النادي الاهلي تنهي كاس العرب بكل قوه ان شاء الله، وربنا يحافظ على لعبه النادي الاهلي. لكن واضح من الاتجاه ومن التنسيق الخاص برئاسه الكابتن محمود الخطيب طبعا ومجلس الاداره بالكامل والكابتن سيد عبد الحفيظ ان الاتجاه ان شاء الله سيكون في ايام قبل السفر الى قطر تكون في مساحه شويه للاعبين، ومنها ان شاء الله باذن الله يكون لعبتنا في قمه تركيزها، ويوم 22 نقدر ان شاء الله بجديه اللاعبين وبجمهور النادي الاهلي اللي هيزين ان شاء الله قطر بشكل كبير جدا يكون متواجد ودافع ودافع كبير جدا للنادي الاهلي ان شاء الله ان احنا هذا الكأس في قطر. طيب اخيرا يا كريم، هل في اتجاه ان يكون في اي مباريات وديه بالنسبه للفريق خلال الفتره الحاليه قبل السفر لقطر ولا لسه برضو؟
الاتجاه طبعا زميلي امير كان في مباراتين، لكن مع ضغط الميعاد طبعا انت عارف مباراتين، اما كان الميعاد محدد 24، لكن نقدر نقول بنسبه كبيره جدا جدا سيكون في مباراه وديه وحيده قبل التوجه الى الدوحه، لكن لم يتم تحديدها طبعا حتى الان، لكن يعني من المتوقع من خلال اخبارنا ممكن تكون الاربع او الخميس على اقصى تقدير، لسه طبعا الطرف المتواجد، لكن احنا الفرق اللي بتجي لنا تساعدنا بشكل كبير، مش عايزين تيجي فرقه يكون فيها احتكاكات كبيره طبعا، لكن ان شاء الله باذن الله يكون اختيار جيد من الكابتن سعد عبد الحفيظ في الفريق اللي يساعد النادي الاهلي في الاستعداد لمباراه الرجاء القادمة. ان شاء الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي اللي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش. في الحقيقه الراجل قال لنا كل الكواليس اللي بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع ناخد اخر فقرات الحلقه، استنونا. طيب منتخبنا الاول ان شاء الله بكره عنده مباراه قويه جدا وصعبه اكيد، وهيبقى هتبقى مباراه مثيره ومنتهى النديه ما بين منتخبي مصر والجزائر. النهارده الساعه 5 بالظبط كان بدايه المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر، وقال تصريحات مهمه جدا بخصوص هذه المباراه. قال انا متحمس جدا لمباراه الغد امام الجزائر، قال هتكون مباراه ممتعه لعشاق كره القدم ومحبيها، قال احنا نتطلع ان لهذه المباراه وهنعمل كل اللي عندنا ونقدمه بشكل جيد زي اي مباراه بنلعبها. قال احنا بنمتلك فريق جيد وعندنا روح عاليه، ان شاء الله نعمل مباراه جيده ونقدم عرض مميز لعشاق كره القدم. المباراه اللي هتشهد عدد كبير جدا من الحضور الجماهيري، تقريبا يعني الاستاد ساعته 40,000، ال 40,000 هيحضروا، يعني الماتش هيبقى قوي جدا. قال احنا محترفين وبنلعب جميع المباريات كانها مباريات نهائيه، سواء في دور المجموعات او في ربع النهائي او في نصف النهائي، وقال هنعمل كل اللي علينا عشان نكسب بكره ومجهزين للمباراه ان شاء الله. الحاجه الاهم بالنسبه لي اللي قالها هي يعني عدم جاهزيه قفشه بنسبه 100%، ما وضحش حقيقه اصابه قفشه ايه، لكن قفشه النهارده كان عنده بعض التدريبات الاستشفائيه في مران المنتخب، وقال ان احنا مش هنجازف وندفع بيه في مباراه الغد. دي كانت تصريحات كروش، ان شاء الله اصابه قفشه تكون خفيفه. لكن محمد الشناوي كمان كابتن المنتخب او احد كباتن المنتخب كان ليه تصريحات مهمه، وقال ان مباراه الغد هي نهائي مبكر، مباراه هتكون كبيره بين الطرفين، نحترم المنتخب الجزائري بشكل كبير جدا لانه منتخب مميز وقوي. اتكلم كمان عن انها هتكون مباراه صعبه وان احنا مركزين بشكل كبير ان احنا نقدم مباراه كبيره ونحقق المطلوب من هذه المباراه. اتكلم كمان على نقطه مهمه وهي تواصل محمد صلاح ومحمد النني مع لاعبي المنتخب من اجل الدعم، وكمان اللعيبه الكبار الموجودين في القائمه هناك في قطر اكيد برضو ليهم يعني دور مميز جدا. بشكل عام نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله كده بكره يفرحونا بنتيجه جيده وبتصدر المجموعه، وعندنا امال كبيره وثقه كبيره جدا فيهم، جهاز فني محترم ومميز بخبرات كبيره، وايضا لاعبين جيدين ومبشرين جدا لان هي بعضهم مجموعه يعني لسه جديده على المنتخب، لكن قدموا مباريات جيده حتى الان. خلينا كمان ناخد توقعات حضراتكم ومشاركتكم في سؤال الحلقه وتوقعاتكم لتشكيل مباراه الغد. نبتدي بمحمد نصر واللي قال مساء الورد عليك يا امير، مساء الفل عليك يا ابو حميد. التشكيل من وجهه نظره هو الشناوي، حجازي، الونش، اكرم، فتوح، السليه، حمدي، قفشه خلاص كده مش هيكون موجود يا محمد، ورفعت، زيزو، وشريف. خلينا كمان ناخد توقع اخر من شاكر محمد، اتمنى التشكيله تكون كالاتي: حراسه المرمى الشناوي، خط الدفاع ابو فتوح، الونش، حجازي، اكرم، خط الوسط السليه، حمدي لو جاهز، وقفشه مش جاهز، خط الهجوم احمد رفعت وزيزو لو جاهز، وشريف. شريف هيعطي لك المردود الفني المطلوب، يعني قصده في الجانب الهجوم. خلينا كمان ناخد السيد محمد هيبه وقال مساء الخير عليك كابتن امير، مساء الفل عليك يا ابو حميد. التشكيل من وجهه نظري هو الشناوي، حجازي، الونش، اكرم، فتوح، السليه، حمدي، قفشه، رفعت، زيزو. تحياتي لك من عائله هبه، تحياتي لحضرتك. دي كانت توقعات حضراتكم النهارده لمباراه الغد، اكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا وان شاء الله باذن الله النفوز على الجزائر في مباراه اكيد هتكون صعبه وهيتابعها عدد كبير جدا جدا من الجماهير العربيه بشكل عام، مش بس الجمهور المصري والجمهور الجزائري. ان شاء الله المباراه كمان تكون في اطار الروح الرياضيه، لان في الاول وفي الاخر اشقاء دوله مصر، الشعب المصري والشعب الجزائري. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.